والمهاجرين في سبيله، وليعفوا وليصفحوا. العفو هو ترك العقوبة على الذنب، هذا العفو. طب والصفح هو عفا صحيح؟ أم قال لك قد يعفو إنسان عن إنسان، إنما يقعد ينقع في بدنه بقى يقول له شوف أنا عملت فيك إيه وأنت والله ما تستاهل، ده أنت ابني مش عارف إيه وأنت ابني، هذا كان غيري كان قطعك. يبقى إذن العفو نعمل إيه؟ ما نعملش عقوبة. والصفح إنما نقعدش نمتن بهذه، لأنه يمكن يقولك يا شيخ عاقبني وفضني من الدوش بتاعتك دي كلها. فليعفو والإيه؟ ولذلك إحنا قلنا الله سبحانه وتعالى يشرع للملكات النفسية المتعددة، ما بيشرعش للملكة العالية أو بيشرع للملكات اللي إيه؟ اللي تنتظم الكل. يقولك إن اللي عمل فيك سيئة اعمل سيئة أديه، وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به. لو نظرنا في هذا الخدمة يخليش حد يعرف يعاقب، لأن طيب مين واحد ضربني ألم، أنا ضربه ألم زي ما ضربني، طيب هو ضربه بأي طاقة قوة بأي طاقة بعد، في عافي ولا مش عافي؟ أنا أقدر أضربه ألم زي ده، أجيب المثلية منين؟ طب ده لو زودت عن المثلية هيبقى له حق عندي، وانا ما اقدرش اقدر المثليه. نقول طب وانا هدخل نفسي في متاهه يا شيخ والله يعفو عنك، مع السلامه ابعد عنه. ولذلك مش دي القصه بتاع الراجل المرابي؟ هي المرابي اللي كان خد منه فلوس وقال له انت اخرت عن ميعاد السداد كذا، لي رطل من لحمك، اخذ رطل من لحمك. وكان زمانها الاتفاق قانون المتعاقدين، فالراجل ما قدرش يجيب الفلوس، فقال له تيجي بقى توفي اخذ رطل من لحم. القاضي كان ذكي، قال له ما فيش مانع، انت لك حق هذا لان التعاقد، الشرط املك عليك املك، هاتوا السكين. وقفوا الراجل، الله يمسك السكين وخذ الراتل، انما اسمع انت لك راتل، ان زاد وقيه هناخدها من لحمك، ان نقص وقيه هناخدها من لحمك. يبقى لو فطنا الى المثليه، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ما نقدرش نحدد الايه؟ ما نقدرش نحدد المثلية. يوم يسعنا ايه؟ العفو، وتنتهي المسألة ونمت. فليعفو. فربنا عمل لي أعاقب على قديه. طيب وبعدين قال إن كنت تعفو يبقى منزلة تانية، وإن كنت مش عارف تكزم غيرك يبقى منزلة، وإن كنت تحسن إلى من أساء تبقى منزلة. يبقى كم منزلة؟ يتعاقب أدي واحدة، أدي واحدة. وقلنا عاقب بالمثل، والمثل دي مش يعني ما نقدرش عليه. طيب نعمل ايه يا سيدي؟ قال لك اكزم غيظك، اكزم ايه؟ غيظك، ما تنفعلش وتعمل والله يحب المحسنين. طب يا شيخ روح لحالك، لانه هياخد جزاء اعلى مما كان ايه؟ مما كان يفعله. وليعفو وليصفح. ثم يجد في النفس البشريه اسوه بالحق، يجعل الحق اسوه له. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ طب أنت لما تعمل ذنب ما تحبش أن ربنا يغفر لك، اشمعنى بقى لما تعمل ذنب عند ربك تحب أن ربنا يغفر لك، ولما أخوك يعمل ذنب وياك ما تغفرلوش ليه بقى؟ لا، الأصول ما دام تحب أن ربنا يغفر لك ذنبك يبقى يعمل إيه؟ شوفوا رب بقى عمال بيصلح بين عباده، إله يصلحه بين عباده. يقول له لا، ألا تحبون أن يغفر الله؟ أبو بكر قال إيه؟ أحب يا ربي، أحب يا ربي، أحب إيه؟ أحب يا رب. ألا تحبون أن يغفر؟ وكلمة ألا قلناها عرض وحس. ألا تحب أن أصنع لك كذا؟ بتحسوا على الإيه؟ على العملية. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. فمن تخلق بأخلاق الله فليكن له غفران، وليكن له إيه؟ رحمة. والله يا أخي هتاخد صفة من صفات الحق، هتاخد خلق من خلق الله، ربنا غفور رحيم، وانت بقيت ايه؟ خدت لك لحفة يعني.